سندوتشات الحلو والحادق انتشرت في مصر الفترة اللي فاتت بشكل مش طبيعي، ولكن المكان اللي انا فيه عمل اختراعات غريبة من سندوتشات الحلو والحادق، وعمل اختراعات ما كنتش اتوقع اللي هو يعملها نهائي. يعني تصدقوا اللي هو عمل من البرجر الحادق برجر حلو، وكمان البطاطس الحلزونية والبطاطس الكرينكل اللي بالصوصات. فانا النهاردة في بيت ملوك الباور في القاهرة في وسط البلد، والمكان ده لسه فاتح جديد، والمكان ده بقى موجود في وسط البلد في 3 شارع عبد الحميد سعيد جنب مول طلعت حرب على طول. طلبت من عندهم شوية حاجات من الحلو والحادق والسماش برجر برضو. بدات باول حاجه سندوتش السماش برجر، والسندوتش دوت عليا النعمه ما حد يعرف يخلصه. السندوتش حرفيا فيه 5 قطع سماش برجر غير البطاطس اللي بتيجي معاه، فانت هتاكل السندوتش من هنا ومش هتاكل طول النهار من هنا خالص. السندوتش طعمه عالمي بجد، غير البطاطس طعمها كده جامد جدا ومقرمشه وعليها بهارات طعمها جامد. ده بقى سندوتش سماش برجر برضو، بس عليه قطعه جبنه كده بتبوظ من جميع النواحي، فانت بتاكل سندوتش محترم جدا قيمه مقابل سعر، فالسندوتش عالمي. ندخل بقى على الطبق المجرم ده، بطاطس عليها صوصات عليها بصل مكرمل عليها بديل ريتوس، والطبق ده في حته تانية بجد. دي بطاطس كرينكل انا اخترتها بصوص الجبنه، بس لو انت عايز تختارها بالثمان صوصات عادي كان طعمها مجرم بجد. ملوك البار بيعمل كمان سندوتشات لحمه بالبصل، اللحمه اللي هو بيستخدمها لحمه بلدي من الجزار، فانت بتاكل السندوتش وانت مطمن. جربت كمان سندوتش السجق، سندوتش السجق عجبني اكتر من سندوتش اللحم. طعم السجق ذات نفسه حلو مع البصل والبهارات اللي هم مستخدمينها عالميه. جربت كمان البطاطس الحلزونيه اللي عليها صوصات، وكان طعمها حلو عجبني. لو انت ما بتحبش البطاطس يكون عليها صوصات، فبالنسبه لك دي هتبقى احسن من اللي على صوصات. ندخل بقى على سندوتشات الحادق، واول سندوتش كان حباش، بيبقى جبنه بمش كده عليها طحينه عليها حبه البرك عليها زيت، وكان طعمه مجرم والله العظيم. انا من كتر السندوتشات اللي انا اكلتها والله العظيم نسيت اساميها، فانا بقول لك اهو تحفظ الفيديو عندك عشان هتحتاجه. اخر حاجه جربتها في سندوتشات الحادق كان سندوتش المشكل جبن مع اللانشون، سندوتش جامد حرفيا. خلصنا من الحادق ندخل على الحلو. اعذروني بقى علشان انا نسيت كل اسامي سندوتشات الحلو اللي انا اكلتها، بس مكوناته كانت كريمه وعليها بديل الاوريو وشوكولاته وشوكولاته بيضاء وعليها من فوق سوداني. ندخل برضو على سندوتش انا مش عارف اسمه، بس هو هيعلي الدوبامين عندك. سندوتش كريمه على كراميل على بيستاشيو، فسندوتش عالمي. ندخل بقى على الاختراع الغريب اللي انا اصلا ما كنتش متوقعه، برجر الحلو. هو بيتعمل في عيش البرجر عادي، بس مكوناته كلها حلو. العزه نفسه كده شارب كل حاجه، فانت تحس ان انت بتاكل كيكه والله، ما كنتش متوقع ليها تعجبني كده. ندخل بقى على اخر اختراعاتهم، الدوره الحادق والدوره الحلو. بدات باول حاجه دوره غزل البنات، بصراحه طعمه ما عجبنيش خالص، يمكن في ناس بتحبه بس انا ما فضلتوش. الدوره الحادق عجبني بدرجه ما كنتش متخيلها نهائي، على زبده كده بملح، فكان طعمه حلو قوي. وبس كده، اعمل سيف للفيديو ومنشن لاصحابك اللي انت عايز تروح معاهم المكان ده، ويلا سلام عليكم.